السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة هكلمكم عن الاستعدادات اللي بنعملها قبل الأعياد أو المناسبات. ومناسبة ان دلوقتي احنا داخلين على الكريسماس والسنة الجديدة، فكل سنة وانتم طيبين. ودلوقتي هقولكم على مقشر تقدري تعمليه في البيت ورخيص جدا وهيساعدك ان بشرتك تبقى احسن. هنجيب علبة فاضية ونظيفة، اي علبة عندك. انا بستخدم علبة كان فيها كريم نيفيا اللي هي العبوة الصغيرة، غسلتها كويس وهنشفها. وهستخدم سكر، اي نوع سكر عندك ممكن تستخدميه، عايز تستخدمي السكر البني عادي مفيش اي مشكلة. وهستخدم زيت جوز هند بكر او اللي بتجيبيه من العطار او اللي بتجيبيه من الشركات الكبيرة. هحط كمية السكر اللي انا عايزاها، انا عشان هعمل بس لوشي فانا محتاجة كمية صغيرة، تقريبا معلقة سكر صغيرة. وهحط عليها شوية زيت، بس هحط الزيت حبة حبة مش كتير علشان انا مش عايزة السكر يدوب جوه الزيت. بعد ما احطه هفضل اقلب كده لحد ما يتماسكوا ويبقوا عاملين كتل. وكده يكون السكر والزيت اتدمجوا مع بعض كويس. تقدري تستخدميه مرتين في الاسبوع لو حبيتي، لان زيت جوز الهند مهم جدا للبشرة. ممكن تستخدمي زيت جوز الهند لوحده على بشرتك، هيرجع حيويتها ونضارتها وكمان هيخليها ناعمة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله استنوني في بقية الفيديوهات بتاعة استعدادات الاعياد قريب جدا. واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجديد، والسلام عليكم.